آلام في العضلة الأمامية. أنا مقتنع بكروش. سيبك بقى من كل العيال بتوع الفضائيات دول. أنا مقتنع بكروش. يعني وإن شاء الله يعمل نتيجة كويسة مع منتخب مصر. ما هو يا كروش يا حسام حسن. الباقي بعد كده تهجيص. فيعني صباحكم فل كده وجميل. أنا مقتنع بكروش وشايف إنه يعمل حاجة كويسة. وشايف إنه وهقول لك على حاجة يا سيدي. طالما فتحتني في كروش. كروش امبارح سيف زاهر عمل أول تحليل منطقي وعلمي ورقم الاثنين الشباب اللي زي الورد اللي بيطلعوا معايا ماشي. لان احنا والجزائر الافضل في البطوله العربيه بالارقام. هتيجي تقول لي طب ما احنا ما كسبناش البطوله. هقول لك يا سيدي هي الكره كده. هي يعني كان قاصد السوليه ده الكره راح خبطه في دماغ السوليه مش السوليه اللي خبط الكوره. لكن ربك رايد بكده. لكن اكتشفت مواهب جديده وقفت على امور عديده وبعض العيال المتخلفين يعني مش عايز اشتم بقى يا ماطي خلينا لسه الناس بتطلع على الهوا تتكلم يقول لك ايه ده ما خدش حسين فيصل رغم انه كان ياخده ازاي يا ابني وهو رجع له ثلاثه في الحته دي من الاساسيين محمود تريزيجيه عمر مرموش رمضان صبحي وفي الشمال هناك موجود محمد صلاح واحمد سيد زيزو واخد رفعت كمان مش كل الناس كانت بتقول رفقة ده الست ومصطفى فتحي يعني واخد سبع أجنحة هياخد كمان جناح تامن هنلعب بأجنحة بس ويبقى باقي الملعب فاضي فالناس ما عندهاش تقدير للموقف ما عندهاش تقدير للموقف فعجبني امبارح جدا جدا سيف زاهر والغريبة إن لقيت عمرو الدرديري الواد عمرو مش عاجبه محمد الشناوي يخرب بيتك يا عمرو أنت دماغك باظ فيها إيه يا ده من ساعة ما طلعت البرنامج ده والصمول عندك فوتت ده أنت كنت كويس وعاقل وزي الفل قال لك لا ده محمد صبحي زي الشناوي انت اهبل يا ابني ولا عبيط ولا بتتعاطى ايه قبل ما تطلع البرنامج محمد صبحي زي الشناوي محمد صبحي حارس واعد 23 سنه ربنا يوفقه يبقى زي الشناوي احسن لكن حاليا مش زي الشناوي ولا في حد في مصر زي الشناوي يعني كنت زمان بتقول ابو جبل وجنش جنش مشي فانت نسيته خالص رغم انه عمل مباريات كويسه مع فيوتش ابو جبل بتقول اصله زعل عشان ما بيلعبش لا ابو جبل عشان ما بيلعبش في الزمالك الراجل ما بياخدوش لكن لو لعب في الزمالك الراجل هياخده ما بيلعبش في الزمالك ليه من بعد مباراه الخمسه المباراه القمه لعب عواد فالكلام يعني يبقى منطقي بعض الشيء لكن عجبني جدا 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 الكابتن سيف زاهر في اول انصاف لكروش ان هو عمل تحليل رقمي دوس على لايك او دوس على سبسكرايب دوس على سبسكرايب سبسكرايب والجرس منورني ومشرفني وفوق راسي فالناس يعني كده منور يا عمر يا علاء فالناس لازم تبقى فاهمه فاول تحليل منطقي امبارح الكارثه كمان ان بس مواهب بتتكلم في الكوره امبارح جايباني على التليفون فبتقول لي يعني انت عاجبك التشكيل اللي لعب بيه المباراه الاخيره قلت له اه عاجبني قلت له طب مع السلامه يعني هي بقى خلاص بقت خبيره كرويه بجانب انها خبيره اكتواريه وخبيرة إعلامية وخبيرة في الأسرار الخفية، لا يعني أنت إزاي أنت تبقى بتقول إن فحتى بتوع التوك شو دول بوظوا الكورة وبوظوا الرياضة. ليه؟ لأن هما مش فاهمين وبيطلعوا يهبلوا وخلاص. كل واحد عاوز يعمل هيصة يقول لك نهاجم كروش نهاجم، هد بقى العاقل المتزن اللي بيفهم كورة زي سيف زاهر هو اللي جاب لك ناس رقميين واتكلم بأمانة. وقال لك محمد الشناوي ده في حته تانية هو في حته تانية فعلا ملوش مثيل في مصر هات لي له مثيل في مصر لكن ربنا ابتلانا بعمرو الدرديري يطلع يقول لك ايه يا راجل يعني عيب يعني محمد صبحي هو انت يا ابني طالع عشان تغص في علاء ولا طالع عشان المشاهدين يحترموك ويحترموا ارائك لازم تبص انك انت بتخاطب ملايين فلازم تبقى بتقول الكلام المنطقي مش مساله كده النسا وخلاص واحنا طالعين نغص في بعض طب انت ليه سبت جنش دلوقتي؟ ليه سبت ابو جبل؟ هما دول اللي ممكن يبقوا منافسين فعليين وعواد هما دول اللي ممكن يبقوا منافسين فعليين لمحمد الشناوي لكن بينهم وبين بعض فراسخ واميال مفيش مشكله لكن تيجي تقول لي محمد صبحي لكن انا بحيي سيف زاهر على كلامه المنطقي والعقلاني وربنا يعينه على عمرو الدردير ربنا يعينه ربنا يعينه ربنا يعينه ربنا يعينه ده رأيي يا سيدي في كروش هو والله يعني أي واحد في التوك شو يقول لك يا ابني وأنت فاهم حاجة أصلاً هات ناس تتكلم لكن كل واحد بقى فاهم نفسه إنه فاهم بقول لك حتى بس ما يعني عاجبك التشكيل لعب بالماتش الأخير أه عاجبني يا فندم مع السلامة تب
من قبل يا ست الله يكبر بخاطرك، ربنا يكرمك ويرزقك الادب.